والله طبعا ما بقعد اتذكر حاجه خفيفه دخلت وجميله، يعني ملفات فتح حمامه كانت بتيجي لغايه سن الـ80، لكن روحها من جوه جميله جدا، ابتسامتها حلوه، مساء الخير بتاعتها جميله، تعامل مع الموظفين بشيء هدوء جدا، ما تحبنيش ان انا ازعل عميله عشانها، كانت حريصه ان العميله تبقى مرتاحه وهي موجوده. لما كانت بتيجي اهم مكان ما جايبهاش فيه حد بيشرب سجاير جنبيها، يعني ما تستحملش السجاير. ممكن تبقى عندي الساعة 9:30 10 11 الصبح، أحب أخدها للمكان اللي فيه ورد، لأني بتعامل مع إنسان جميل، في مزيكا مثلا حاجات قديمة هي بتحبها أشغلها، تحب شارل أزنافور، دليدا، طبعا بتحب أم كلثوم، بتحب وردة، بتحب عبد الحليم. كانت بتحب تشرب فنجان قهوة، قهوة مظبوط، ده اللي كنت بوفر لها اللي بيريحها واللي تعودت عليه، رقيقة جدا جدا في تعاملها، رغم انها كبرت في السن، لكن ما كنت بقف قدامها شيء فعلا ما فيهوش اصطناع، نبرات الصوت بتكلمني بتسألني عامل ايه، من النوع اللي تحب تسأل برضه بس بطريقة هادية جدا. هي عارفة جمالها فين وعارفة بساطتها فين، فما كنتش انا اقدر احط لها حاجة الا حاجات بسيطة قوي على خطوط هي حبها. مدام فاتن حمامة كانت متأثرة جامد جدا 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 بالثقافة الفرنساوية والجمال الفرنساوي الطبيعي. ما تحطش ميك اب كتير، لكن ما ينفعش تخرج من غير ما تحط التواليت بتاعها، لازم اكسسوار سام، تسريحة شعر سام، ميك اب رقيق جدا، لازم تخرج كسيدة. كتملي تحط روج روز اللي يمشي مع طبيعة الشفايف ولون الشفايف الطبيعية. كانت حاجات فرنساوي تملي بتحط البرفانات، لكن ما كانتش تحط البرفانات اللي فيها روائح قوية جدا. بتسافر بتجيب علاج لشعرها، ولما كنت بسألها ده ايه مدام فاتي بتقولي ده عشان الشعر ما يقعش يا شريف، مش لازم استنى يقع يتساقط وبعدين اعالجه، لا لازم نعمل حماية.